المشاهدين، تحدثنا في الحلقة الفائتة عن بعض معالم بغداد في العهد العثماني، يعني في القرون الأربعة الأخيرة من تاريخها. بدأ هذا العهد في القرن 16 وانتهى في مطلع القرن 20، وهي مرحلة مهمة من تاريخ بغداد. تحدثنا عن بعض المشاريع الهندسية التي أقيمت من أجل حل مياه الشرب، تحدثنا عن بعض الجوامع المهمة، وتوقفنا قليلا عند جامع الحيدر خانة، وهو أحد أبرز الجوامع التي أنشئت في القرن 19 ويمثل ذروة ما انتهى إليه فن العمارة والتزويق في بغداد في ذلك العصر. وتحدثنا أيضا عن جامع الأحمدية القريب منه، والذي يسمى اليوم بجامع الميدان، وربما كان يسمى بجامع الكهية، لأن الكهية هو لقب أو وظيفة مؤسسه في ذلك العصر، ومعناه نائب الوالي. أيضا تحدثنا عن سقاية كانت في وسط هذا الميدان، وكانت تمثل بداية لإدخال نوع من اللمسات الجمالية إلى هذه المدينة. يعني هذه السقاية أنشأها أو صممها مهندس فرنسي بطلب من والي بغداد سري باشا سنة 1878، وكانت يعني تأخذ المياه من القناة التي تأخذ مياهها من شريعة الميدان، يعني قرب بيت الحكمة وإعدادية المركزية للبنين، وتقذف المياه بارتفاع يعني جميل على شكل نافورة. وزين مبنى هذه السقاية بالأبيات الشعرية، وزرعت حولها الأشجار ونحو ذلك. كانت هذا يعني بداية لإدخال بعض هذه الجوانب الجميلة للمدينة. كذلك كان هناك سقاية أخرى ربما فاتني أن أذكرها في الحديث السابق، أيضا هي نافورة، يعني هاي كانت أول النافورات في بغداد في محلة الفضل، تقريبا في بداية محلة خان لاوند، يتذكرها يعني البغداديون ويعرفها سكانها بالطبع، في مكان مدرسة الفضل الابتدائية على شارع الملك غازي مقابل جامع الفضل تقريبا. لهذه السقاية تاريخ وقصة يعني تستحق أن نذكرها الآن. أحد ولاة بغداد في مطلع القرن 18 في حدود 1700، وهو حسن باشا، حينما تولى ولاية بغداد يعني أدرك أنه في حاجة إلى قوات كافية لحماية النظام، لحماية نظامه، لحماية البلد. لم تكن قوات الانكشارية العثمانية كافية لصيانة الأمن في العراق في ذلك العصر. يعني هذه القوات، الجيش المشاة العثماني، كان قد دب إليه الضعف والفساد إلى حد كبير، حتى لم يعد يعني يمكن الاعتماد عليه لحفظ الأمن وأمن الطرق وغير ذلك، بل دبت فيه عيوب كثيرة، وتوقف تجديده بالجنود، وأصبح كل من هب ودب يمكن أن يدخل ابنه في قوات الانكشارية طمعا بامتيازاتها لا أكثر ولا أقل. فأدرك الحاجة إلى إنشاء يعني جيش جديد، فجند عددا كبيرا من الناس من الشبان، وهم نواة ما عرف باللاوند. اللاوند مصطلح يعني يوناني قديم، مر بتطورات كثيرة ودخل في اللغة العثمانية، في المصطلحات العثمانية، وأصبح يطلق على الجند غير الرسميين، الذين كان الولاة يجندونهم في شؤون ولاياتهم ويدفعون لهم رواتبهم. يعني لا تدفع لهم الحكومة المركزية رواتبهم، وإنما يعني يعطون الرواتب من الولاية، من ميزانية الولاية.
فقام هذا بإنشاء خان كبير في حوافي المنطقة المأهولة مقابل جامع الفضل، عرف بخان لاوند، وهذا الخان معروف معروف المحلة باسمه اليوم، محلة خان لاوند قريبة من محلة الفضل، بين الفضل وبين شارع الشيخ عمر. هذا الخان ظل معموراً باللاوند بهؤلاء الجنود، يعني مدربين، وكان يشرف على تدريبهم وينفق عليهم، وظل هذا النوع من الجنود موجوداً حتى في العهود التالية إلى يعني إلى زمن ما، في زمن ابنه أحمد باشا وفي عهد المماليك. وحينما زال نظام المماليك وزال نظام اللاوند أيضاً، تم نقض هذا الخان، كان خاناً كبيراً، تم نقض هذا الخان وتبدلت الأحوال، وقام أحد ولاة بغداد بإنشاء نافورة في مكانه، في مكان ابتدائية المدرسة الفضل الابتدائية. كانت هذه المدرسة هي نهاية، تمثل نهاية وتعين موقع خان لاوند بالضبط، وأنشئ فيها هذه النافورة، وظلت هذه النافورة موجودة، وهي يعني تمثل ملمحاً فنياً جميلاً في هذه المنطقة يعني البعيدة عن ملامح الجمال في ذلك العصر. هي كانت تمثل نهاية القسم المأهول أو المعمور من بغداد، وثم تركت هذه السقاية أو هذه النافورة وجف الماء فيها، فاشتراها أحد علماء بغداد وهو الشيخ عبد الوهاب النائب، وكان مدرساً معروفاً في مدرسة جامع الفضل، وبنى فيها مدرسة، وهذه المدرسة عرفت فيما بعد بمدرسة الفضل وما تزال تعرف بهذا الاسم. لكل جزء من بغداد كما ترون تاريخ وتاريخ حافل، يعني انظروا إلى هذه المحلة التي اكتسبت اسمها من خان، والخان تتبدل حاله حتى يصبح مدرسة ابتدائية. أيضا من المنشآت التي ظهرت أو التي أنشئت في محلة الميدان، بل في الميدان نفسه في هذا العصر، أول فرن للصمون. كان الصمون غير معروف في بغداد إطلاقا، كان البغادد كسائر مدن العراق يعني يعتمدون على الخبز الذي يخبز في التنانير، كان كل بيت فيه تنور، وفضلاً عن هذا كانت ثمة تنانير في محلة خاصة بالخبز، هي محلة باب لاغة المشهورة بالخبز منذ العصر العباسي، وقد ألمحنا إلى ذلك في حديث سابق. أما الصمون فكان شيئاً جديداً تماماً، دخل إلى بغداد سنة 1801، قام أحد يعني الوافدين إلى بغداد واسمه يوحنا كركر الحلبي، جاء من حلب فيما يظهر من اسمه، وأنشأ فرناً للصمون في موضع ما من الميدان، واستغرب البغداديون من هذا يعني من هذا الإدام، ولذلك يعني لم يرغبوا في تناوله، حتى قام يوحنا كركر على سبيل الدعاية لنفسه بتقديم الصمون إلى والي بغداد، كان أيام سليمان باشا الكبير، وتذوق الوالي وحاشيته الصمون فأعجبهم، وبالتالي أخذ الناس علية القوم طبعاً يعني يشترون هذا الصمون، ثم بدأ البغداديون يعني يجد الصمون طريقه إلى بيوتهم منافسا للخبز، والدليل أنه لم يكن يعرف حتى في هذا الاسم، في البدء كان يسمى خبز إفرنجي، واضح أنه جاء عن طريق يعني حلب، وكانت حلب تتصل ب يعني بأوروبا عن طريق طرق المواصلات التي تنتهي إلى البحر المتوسط، وكان التجار الأوروبيون والمقيمون الأوروبيون يتخذون من حلب مقرا لهم في هذه المنطقة من الشرق،
ومن هناك وصل الصابون إلى بغداد وعرف بالخبز الإفرنجي، ثم عرف بهذا الاسم وهو تسمية أرمنية كما يعني يظن، لم تكن معروفة في بغداد في أي من عصورها السابقة. إذن الميدان أصبح يعني مركزاً لمدينة بغداد، أو أصبح نقطة استقطاب مهمة في بغداد في ذلك العصر. فيه كانت تعلن أخبار السياسية، يعني ما كان يحدث في الدولة كان يجد طريقه إلى هذا الميدان عن طريق المنادين. حتى وقت قريب، يعني حتى الثلاثينات من القرن العشرين، كان مختار محلة الطوب القريبة من الميدان هو وكالة أنباء متحركة، كان يسمى اسمه توفيق، توفيق أجانس، أجانس من أجنسي الوكالة، يعني مثل وكالة رويتر. كانت هذه المنطقة تتلقى الأخبار وهي في مقدمة مدينة بغداد في مدخل المدينة، ومنها تنتشر الأخبار إلى سائر المدينة. وأيضا أحكام يعني العقوبات تنفذ، جلد وإعدام وغير ذلك أيضا تنفذ في الميدان. كانت الميدان يعني محفلا لكافة الفعاليات الاجتماعية والعقابية والتي يعني حدثت أو كانت تعرف في بغداد. أول المقاهي باستثناء مقهى سنان باشا اللي تحدثنا عنه في حلقة فائتة، والذي أنشأه والي بغداد سنان باشا جغالة زادة، منشئ خان جغان الشهير، أول المقاهي أنشئت في مدخل القلعة، في مدخل القلعة يعني في مدخل قريب من مدخل وزارة الدفاع من بابها الجنوبي ليس من بابها الرئيسي. ثم أحاطت بالقلعة المقاهي. في الصور القديمة التي صورت في مطلع القرن العشرين نجد قلعة بغداد أحيطت بالمقاهي. إذن كان الميدان يمثل يعني مجالاً لالتقاء الناس وجلوسهم في هذه المقاهي الكثيرة المنتشرة في أطرافه، وكان حياً يعني يسكنه غالباً علية القوم، يعني الموظفون العثمانيون ويعني أرباب السلطة والقريبون من السلطة كانوا يتخذون من أطراف هذا المكان يعني مسكناً لهم، دورهم وقصورهم هناك. أيضاً كانت المنطقة الممتدة يعني قرب المدرسة الإعدادية المركزية أيضاً كان حياً يسكنه علية القوم. هذه الأحياء كانت مفضلة لدى يعني أرباب السلطة والموظفين والإداريين بسبب أنها قريبة من القلعة، يعني من وزارة الدفاع اليوم، وقريبة من السراي، وأعمالهم كانت ترتبط بالسراي، وبالتالي كانوا يتخذون هذه الأماكن. أما المناطق الجنوبية يعني مناطق السنك والمربعة فكان يفضلها التجار، معظم التجار كانت قصورهم على شاطئ دجلة في منطقة السنك، لأن سفنهم، وكان دجلة يعتبر شريان يعني تجاري وفيه سفنهم، كانت معظم هؤلاء كانوا يتخذون من شاطئ هذا النهر، حيث ترسو السفن والدواب وغير ذلك هناك. قلنا بأن منطقة الميدان ومنطقة الإعدادية المركزية والمناطق القريبة من السراي كان يتخذها الناس يعني المرتبطون بالسلطة مكاناً لإقامتهم. ومن تلك المنشآت أو تلك الدور داراً اشتراها أحد سرات بغداد واسمه حسن خيوكة، وكانت أصلاً يعني أرضاً موقوفة وقفها سليمان باشا وتبدل الحال بها حتى اشتراها حسن خيوكة هذا. وحسن خيوكة هذا هو الذي أو داره التي أنشأها في هذا المكان هو المكان الذي أنشئت فيه
المدرسة الرشدية العسكرية في العهد العثماني في أواخر القرن التاسع عشر، والتي أنشئ في مكانها الإعدادية المركزية القائمة إلى يومنا هذا في عشرينات القرن العشرين. وفي مكان قريب جدا في الجهة المقابلة أنشئت أول دار للبريد في ليس في بغداد، في العراق كله. في عام 1908 أنشئت دار البوسطة العمومية كما كانت تسمى، دار كبيرة يعني متخصصة بفرز البريد وتوزيعه على الناس، بعد أن لم يكن ثمة دار أصلا لهذه المسألة، وكان الناس يعني يأخذون الرسائل المرسلة إليهم عن طريق القوافل مباشرة. قوافل التجار كانت تصل إلى بغداد عن طريق باب المعظم وتقف في يعني في أماكن خاصة، محلة السور ومناطق أخرى، والناس يذهبون ويأخذون الرسائل المرسلة إليهم. ولكن أول دائرة رسمية للبريد بعد أن انتظم شأن البريد نوعا ما هي دائرة البوسطة العمومية، وما زال مبنى هذه الدائرة قائما، وهو يستحق حقيقة كل العناية والترميم، لأنه يرمز إلى تغير مهم في تاريخ بغداد في مطلع القرن العشرين. أيضا من المنشآت المهمة في نفس هذا المكان يعني يتصل بالإعدادية المركزية المدرسة السليمانية، هذه واحدة من المدارس التي أنشئت لكي تكون مدرسة يعني متخصصة بالدراسة دون أن تلحق بجامع. كل المدارس كانت تلحق بالمساجد بالجوامع، لكن هذه المدرسة أنشئت لأجل أن تكون مدرسة وكفى، يعني مدرسة فيها خزانة حافلة بالكتب أنشأها والي بغداد سليمان باشا الكبير الذي أشير إليه في هذه الأحاديث غير مرة. سليمان باشا هذا كان واليا قويا وكبيرا فعلا، وسمى كبير، وأنشأ مدرسة قريبة من السراي، بل تبعد خطوات عن السراي، نسبت إلى اسمه، سميت بالمدرسة السليمانية. وكان إلى وقت قريب كان ثمة أبيات من الشعر بالتركية على مدخل هذه المدرسة تشير إلى تاريخ تأسيسها سنة 1206 هجرية. 1206 هجرية، مع الأسف نقض هذا الباب كما نقضت المدرسة نفسها على مراحل، يعني نقض جزء منها ثم نقض جزء آخر حتى نقض الباب كله، والآن أنشئت في أرضه وفي أرض جامع قريب هو الجامع النعمانية، جامع يعني كبير عرف بجامع السليمانية. في الأصل السليمانية هو اسم أطلق على مدرسة سليمان باشا هذا. الجامع القريب الذي نتحدث عنه الآن هو جامع النعمانية. جامع النعمانية يقابل تماما دائرة البريد المركزي، ويستند في جانب منه على جدار المدرسة الإعدادية المركزية للبنين. هذا الجامع أنشأته سيدة محسنة من سيدات بغداد اسمها فاطمة خاتون، ولكنه لم ينسب إليها ونسب إلى زوجها لأنه كان متوليا، تركته متوليا على الجامع واسمه نعمان، فعرف الجامع بالنعمانية. ووقفت عليه أوقافا كثيرة، يعني منشآت مختلفة في بغداد، مقاهي إلى غير ذلك، ودكاكين وعقارات مختلفة، وظل الجامع معروفا، ودفنت هي في هذا الجامع. يتميز هذا الجامع بمئذنته الجميلة الصغيرة، مئذنة صغيرة يعني مزينة بقطع الآجر الملون في مدخل الجامع. من حسن التقدير أن هذه المئذنة ظلت موجودة حتى اليوم، حتى بعد أن نقض الجامع ظلت المئذنة موجودة إلى يومنا هذا. وأنشئت إلى جانب هذه المئذنة سقاية للماء أيضا،
عليها أبيات شعرية نقشت على قطعة من الرخام تشير إلى يعني إلى مبرات هذه السيدة. ومن المؤسف أن هذه اللوحة دمرت أو يعني حطمت في أثناء بعض أعمال الصيانة التي أجريت على المكان. أيضا في نفس المنطقة التي الآن نحن نصف منشآتها هناك بيت الحكمة. بيت الحكمة ربما ألمحنا إلى مراحل إنشائه الأول حينما قلنا أنه في يعني في نهايات القرن السابع للهجرة أنشأ حاكم العراق في ذلك العصر واسمه علاء الدين السكرجي مدرسة نسبت إلى اسمه عرفت بالمدرسة العلائية الشاطئية وكانت تقع على شاطئ دجلة تماما. هذه المدرسة تقلب بها الحال حتى يعني أنشئت في أرضها أو طورت أو أجريت عليها بعض التغييرات في القرن الثاني عشر للهجرة الثامن عشر وأصبحت تسمى المدرسة العلية نسبة إلى مجددها وهو والي بغداد علي باشا حدود سنة 1170 للهجرة. لكن فيما بعد أنشئت فيها مدرسة الصنائع ثم سكنها الملك فيصل الأول وملك غازي قبل أن ينتقل إلى قصر الزهور وأصبحت الآن بيت الحكمة تلك المؤسسة المعنية بشؤون الثقافة. هذه لمحات من بغداد ومنشآتها المهمة في هذا العصر ولنا تتم لهذا الحديث في حلقة مقبلة إن شاء الله والسلام عليكم.